أيون صباح الله وزن 91 كيلوغرام من فريق الوطن أمور مشينا درنا 16 كرو ساعة باش نزلنا لجابون طوكيو كانت بريباراسي شوية ضعيفة كان برنامج ضعيف ودازت داك الشيء بعدا واخا كنت ما كانش هو هذاك على حساب البريباراسي وداك الشيء وما كانت الجامعة دايرة خدمتها كانت الكوميسيون أولمبيك دايرة خدمتها اي اللي كان المشكل ديال التورنواش وديال الفول وداك الشيء هو اللي كان تيقول لك حق راه سميتو كورونا وداك الشيء ما كانش الفول هذا ما كان يعني كانت بريباراسيون ضعيفه مني مشينا تما كنت زايد انا ب 17 كيلو في السيمانه طيحت وطلعت العبش وامكاني نربح هذاك الملاكم اللي لعبش معاه ساعه لوكور ديالي ما تجاوبش معايا وداك الشيء ما تجاوبش معايا حيت ملي جيتكم طيح في الميزان القوه ما كايناش فهمتيني ولا حيت كملت غير بسميتو غير قلت شي غير بالنفس فهمتيني ولا لا هذا ما كان شتي اللي تنقول انا المهم الحمد لله حنا غاديين فهمتيني ولا لا قلب على الريزلت باش فهمتيني باش تصوفي راسك هذا ما كان انا شنهز الدرابو ديال المغرب وشنحب بلادي بزاف يعني شنبغي اكون بغيت لشي حاجه راه جميع العروض جاوني ولكن ما شنبغيش يعني الدرابو راه فوق كلشي شنقول لك الحمد لله باقي صغير وباقي نعطي في المغرب ان شاء الله وكون خير ان شاء الله هذيك راه ماشي عض اللي بغيت نوصل للمغاربه واللي في العالم كامل انا راه ما عضيتش ما والو انا بغيت غير انكيبيري مع داك الضغط وداك الستريس ديال الميزان كروشي شناوي بغيت غير نغوص تحب انا معديش كون عديش كون خديش اندار ولا ديسكاليفي وتحب سال كومبا انا اصلا كملت الكومبا هو شحال هادشي راه ما كاين لا عطا لا هو كتلعب دان غير تبان شي لاطراس هو اصلا خرج تصريح في انستغرام قال لك راه ما عديش وما والو هادشي اللي بغيت نوصل للشعب المغربي والكل في الكل المهم المغاربه كانوا تيتسناوني باش تطلع البوديوم كنت مرشح انا جيب دابا في الالعاب الافريقيه اللي كانت في السنغال وما ساعدنيش الحظ الميزان والبريباراسيون قال لك كما شي حاجه لو بغيتي تعطي راه غتعطيك فهمتيني ولا حنا كنا ناقصين في البريباراسيون ضعاف واش نقول ما كاينش امكانيات زعما كان الفول وكان كانوا شي عراقيل لا ماشي باللصق باش داز لك شي حنايا بريبارينا 4 سنين حنا شنو بريباري ومن جا الكونفيمو هو اللي هرسنا حنايا ملي تنطلب انا نطلب من الشعب المغربي يسمح ليا وداك الشيء ما كنتش مع على حسن الظن ديالي في العلب الاولمبيه وان شاء الله تتناو يوم صباح الله اللي جاي